الالتزام ديال الفرص ديال العامه ديال اسبانيا بخصوص البحث في امكانيه دعم الجامعه في هذه الكليه بالتفصيل لانها تقتضي اموال كبيره جدا سواء من الهد ولا الاصلاح. كذلك يعني ضروره الترافع ضروره اتفاقيه شراكه مع اطراف اخرى للمساهمه في هذا يعني في اعاده البناء كارثه ما عرفتش تكلموا عن الهد لان التوجه كامل مشى على اعاده البناء أقول بهذا وأقول بأن أغلب الإخوة يمشوا في إطار إعادة البناء في هذه المدينة.